مبسوطة طبعا ان انا كلنا في مرحلة التحضير لشغلنا اللي جاي، ففرصة ان احنا نتجمع كلنا مع بعض. بقالي تقريبا داخل على شهر دلوقتي. صوري؟ لا لسه، هنبتدي نص يناير ان شاء الله. استاذ جمال عدل يذبحني، واستاذ هاني خليفة يذبحني لو انا بس هو شخصية مختلفة ومركبة جدا ومختلفة عن مايا وباكينات في سجن النساء، ومش هشتغل غيرها بصراحة عشان اعرف اركز فيها، فربنا يستر. في برضه فيلم بنحضر له بس مش هقدر اقول اي حاجه عنه، اللي ملوش لسه فعلا، اللي احنا في مرحله بيكتبوا السكريبت والحاجات دي كلها. مقدرش اتكلم في العقد ماضي، مقدرش اتكلم. انا بعتبر آل العدل عيلتي، لان انا كبرت معاهم وهم اللي طلعوني من سجن النساء وتحت السيطره وان شاء الله خد حرير، فانا بحب التعامل معاهم، هم بيحبوا شغلهم وبروفيشنال قوي في شغلهم، بيختاروا صح القصص والناس، فمتعب بالنسبه بالي ان انا اشتغل معاهم، والحمد لله ربنا كرمني واشتغل معاهم في 2000. طبعا اول حاجه نيجي حبيبه قلبي، ان انا اشتغل معاها. معظم دوري كان معاها، فهي ممثله هايله وموهوبه ومتواضعه، فهي كانسانه وكممثله استفدت من ناحيتين طبعا. هو مجرد الشغل معاها كممثله، يعني في ممثلين تستمتع بالشغل معاهم، ما تحسش ان هم يعني في كيمستري. فنيلي من الناس اللي الحمد لله كان في كيمستري معاها. ونيلي فاتن حمامه الجديده، يعني رغم صغر سنها هي فاتن حمامه الجديده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنه سعيده على الجميع يا رب. غالبا غالبا مع جوزي وابني، وغالبا في البيت حاجه اسريه كده، العيله كلها مع بعض.